السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا نلعب بلاد بورن، لكن ما رحنا المكان اللي خسرنا فيه البلاد. رحنا هني نجيب هذا السلاح الخنفشاري إذا صح التعبير، بس قبل ما نقول عنه خنفشاري نشوفه نقدر نشله، نشوف ميزته. القوة والهذي كل شيء نقدر نسويه. الفيزيكال اتاكس 85 نستخدمها الحين. ايوه هذا هو. طبعا ذا اختصار، هنا مكان نجيب اختصار. شوف بنحاول نطوره عشان الواحد يستفيد من مميزات هذا السلاح. هذي شفت الجلتش زين. انا ما عندي، بس يبي استمنه. حلو يعني شفته هنا، من هنا تروح له من ذا المكان. شفت الغربان ذابحهم انا، من هنا تروح هني اضرب تنط عشان اذا ما تبي تخسر اتش بي هيت بوينت. بعدين تنزل هني، في وحوش قتلتهم، وهذا الطريق عشان تروح هالمكان. في جلتش والله. وش لا وش شوف اذا في شيء ما اخذناه. كل واحد له طريقة في اللعب ذي اللعبة. برجع بسرعة للمكان اللي في وحش هني. هلا والله، هلا والله. الطريق هني وين تلاقيه على ما اعتقد يكون تحت هناك. هني تلاقيه الشخص هذا. ذا المكان ينفعك ذا التورج لانه مظلم. هنا تلاقي بعد ملابس بس خدتها. ترجع هنا وخلنا اوريكم كل الشورت كات اللي هنا. النار لما الحين مشتعله. في هنا شورت كات توديك لفوق وتركبها. شيت ودس. يركبون هذيلا، شفتوا؟ تبي ترافس اظن دائرة. ترافس حلوة. اترفسهم هذيلا، اترفس الالغاز هذيلا. شو؟ لا مش دائرة. R2 تنزل بعد. تعال اذهب هني. بعد في شورت كات توديك للمعبد. ننزل احنا، وريتكم كل الشورت كات هناك المكان. آه.
يلا، التفاصيل في ذي اللعبة حلوة، لعبة تستاهل انها تكون Game of the Year. عندهم تجمعوا ضدي. ايوه بس راح ينفع. خلاص دام ان الهنت اللي فوق اسحب عليهم كلهم، اسحب عليهم في شيء هنا اخر. هاي احلى شيء بعد هنا فيه. حلو، نروح المخزن. اقول لك القرش الاسود صرفه في اليوم الاسود هني البلاد. اوه مسكين انت متعب نفسك دام ان الناطقة ليش تجي عندي. نروح نجيب شفت اللودنج يا اخي، عيب ذي اللعبة ان اللودنج عن الدارك سولز. انا افضل الدارك سولز لان ما فيها اللودنج، حتى لما تدخل هني تحس ببطء. خسارة بس اللعبة تعبانين عليها. غير الدارك سولز، الدارك سولز تقدر تنتقل من بون فاير لبون فاير، هاي لا، هاي ترجع للبون فاير الرئيسية وعقب ترجع تختار المنطقة اللي تبيها. يلا مع السلامة. قبل مع السلامة نسوي ذلك.